لقد مر أكثر من 12 عاماً على اندلاع الأزمة السورية في مارس عام 2011، وعلى مدار 12 عاماً الماضية شنت الولايات المتحدة حرباً بالوكالة، مما تسببت في كوارث في غاية الخطورة للشعب السوري. ووفقاً للبيانات الصادرة عن الأمم المتحدة، فقد تسبب تدخل العسكري للولايات المتحدة في مقتل ما لا يقل عن 350 ألف شخص في سوريا، وتشريد أكثر من 12 مليون شخص، وأصبح 14 مليون مواطن في حاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية. في الوقت الحاضر يعيش 90% من الشعب السوري تحت خط الفقر، ويعتمد ثلث السكان على المساعدات الإنسانية للبقاء على قيد الحياة، وأكثر من نصف السكان لا يملكون طريقة للحصول على الأمن الغذائي، ولا يزال الجيش الأمريكي يحتل مناطق إنتاج الحبوب والنفط الرئيسية في سوريا، وينهب ويصلب الموارد الوطنية السورية. لا ما فاتوا هنو، فاتوا أخذوا حق الأمار، أخذوا عدة حقل، بس أكبر حقل بدير الزور حق العمار، هو بيورد الحقول الثانية. ما اجوا يطلعوا دواش، لا اجوا يدعموهم ويقووهم على هالشي هذا. الأمريكان دعمتهم بكل شيء، بالسلاح بالخفيف بالثقيل بكل شيء، وحميتهم. غلاء أسعار مواد المحروقات كلياتها، هذا عم ينعكس على سعر الخبز، عم ينعكس على نقل الخضار وغلاء سعرها. كل مواردنا وكل خيرات بلادنا منهوبة لصالح الأمريكان المحتلين اللي بغير وجه حق اغتصبوا الشمال السوري، وعم يسرقوا كل مواردنا الطبيعية من نفط من قمح من قطن من مياه، عم يحرموا باقي الشعب السوري من كل موارده، وهذا عم ينعكس سلبا وعم يسبب فاقة، حقيقة فاقة وفقر عم ينعكس على وجوه وعلى حياة الناس وعلى تنقلاته وتصرفاته وحياته اليومية. إذا بدي أطلع مشوار بسيارتي أنا لازم يعني أعمل حساب النفط، وبلدنا غزيرة ومليئة بالنفط، غنية بالنفط، النفط تسرق أمريكا ونحن عنا مشكلة بهاي الموضوع. سرقة النفط السوري، نحن من مشاهدات أهل الحسكة والمؤسسين المحافظة ومبناء المحافظة، شيء حقيقة مرعب. نشاهد رؤية العين قاطرات أو الصهاريج المحملة بالنفط السوري المسروق من أراضينا الحبيبة، الذي يؤثر على مقدرات حكومتنا وعمل حكومتنا وعمل الأهالي وأنشطة الأهالي التجارية الخاصة والعامة. فسرقة النفط حقيقة كما قلت شيء مرعب، عندما يخرج من الحدود وعندما يمر برفقة القوات الأمريكية إلى جهات مجهولة لا نعرف أين يذهب يعني. وطبعا هذا الشيء راح يؤثر وأثر سلبا منذ عام تقريبا 2015 إلى هذا اليوم. وجود قوات الاحتلال الأمريكي عندنا اليوم بأراضينا، بأراضي الجمهورية العربية السورية، له جدا أسباب. دمرت الاقتصاد ودمرت البنية التحتية عندنا، ضخ الأموال، نهب النفط، حرقوا المواسم، يعني تضررنا على كافة النواحي مو من ناحية واحدة. تغيرت وجودهم، غير كل حياتنا للأسوأ طبعا، وإن شاء الله نخلص منه. أفقرهم شعبنا، ومطلوب تقسيم سوريا وإفقار الشعب السوري وتهجيره، هيك المطلوب. إحنا نقول المتحدة أن تعتمد المعايير بشكل طبيعي لكل دول العالم، ولا تحتاج شعوب العالم ولا مقدرات الشعوب ولا خبز المواطن. الوجود الأمريكي الغير شرعي في سوريا وفي منطقة الجزيرة هو سبب الاقتصادي السيء بوطننا الغالي. فالأمريكان وأعوانهم واحتلالهم وسرقتهم للنفط السوري، يوميا نشاهد الصهاريج من كل مكان من كل معابر غير شرعية يسرقون النفط السوري ويتجهون باتجاه العراق باتجاه تركيا وباتجاه مرتزقتهم. أنا مطلبنا كسوريين وأنا كفرد من أفراد الجمهورية العربية السورية، نطلب من الأمريكان مغادرة الأراضي السورية مشان نعيش بخير وسلام. تشيل إيدها الأمريكان وأعوانهم يشيلوا دمع عن سوريا، إحنا نضمن الاقتصاد السوري يعود إلى أفضل مكان. لقد أعاق الوجود العسكري الأمريكي في سوريا وحدة سيادة الأراضي فيها، وأثر بشكل خطير على إعادة إعمار سوريا بعد الحرب، ومن أجل حرمان الحكومة السورية من سيطرتها على الموارد الاقتصادية، يحتل الجيش الأمريكي حقول النفط السورية ونهب النفط وباعه،
والذي لم يستخدم فقط لدعم قوات سوريا الديمقراطية، بل دعم أيضا نفقات الجيش الأمريكي المتمركز في سوريا. وبالإضافة إلى ذلك، تواصل الولايات المتحدة إصرارها على تشجيع تغيير نظام، إن احتلال حقول النفط أولا جعل الحكومة السورية لا تملك الأموال اللازمة لحل مشاكل معيشة الناس، وبالتالي تسبب في استياء عام من الحكومة. ثانيا جعل الوجود العسكري الأمريكي طويل الأمد، الأمر الذي يساعد أيضا في تعزيز تغيير نظام عندما تكون ظروف مواتية. سرقة النفط السوري هو جزء من سياسة عامة للولايات المتحدة الأمريكية، هي متزامنة أو تتكامل مع الحصار الاقتصادي واستهداف البنى التحتية وسرقة الموارد الزراعية، والهدف من ذلك تحقيق عدد من الأمور. أولى هذه الأمور هو تقليب الشارع السوري باتجاه يعني عدم ثقته بالدولة السورية، وتأمين الظروف الموضوعية من فقر وكذلك جهل الذي يؤمن استمرار العنف وكذلك انتشار الإرهاب، والأهم من ذلك حرمان الدولة السورية من مواردها الاقتصادية ومنعها من دخول في إطار إعادة الأعمار الذي يساهم بعودة اللاجئين إلى سوريا. أمريكا بطبيعتها هي دولة عدوانية، دولة شيطانية، دولة لا تحب الخير لأي دولة على وجه الكرة الأرضية بشكل عام، إنما تحب أن تفرض سياساتها وشروطها، وهي دولة يعني هي قائمة على الاعتداء وقائمة على العدوان. هي أمريكا هي من قادت، وهي من مولت، وهي من سرعت، وهي من افتعلت هذه الحرب الكونية على سوريا، الحرب الظالمة على سوريا. أمريكا يعني لا يمكن أن نثق بالسياسة الأمريكية بالمنطقة على الإطلاق، فالسلوك الأمريكي في محافظة الحسكة بشكل خاص وسلوكه بشكل عام هو سلوك عدائي تجاه الحكومة السورية وتجاه الشعب السوري بشكل خاص.